مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو STZ؟ ما هي ميزات STZ؟ ما هو STZ؟ هو رمز فائدة ERC20، تم تصميمه ليكون وسيلة المعاملات والمنفعة والإسناد للرياضات الإلكترونية والألعاب القائمة على البلوكشين. ما هي ميزات STZ؟ سيتم ربط STZ بجميع سلاسل الكتل الرئيسية التي تستضيف أكثر النظم الأيكولوجية للرموز غير القابلة للاستبدال NFT من أجل تمكين المعاملات بين اللاعبين والمجتمعات متعددة المنصات. يعمل فريقنا على سد الفجوة في زيادة اللعب من أجل الكسب كحركة إلى جمهور أوسع حول العالم، مع التركيز على أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.